تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. درهم يأكلوا ويتمتعوا.